النهارده في عندي ارزتين هناخدهم، ارز السراجه وارز الشلاله. طب تمام، في عندي برضو ادوات الخياطه، الادوات اللي بستخدمها في الخياطه. طيب زي ايه الادوات ديت؟ عندي اول حاجه عندي الابر، الابر اللي بشتغل بيها او بخيط بيها. طيب الابر ديت لازم يكون ليها مميزات. الابره بتاعتي يعني يستحسن ان هي تبقى مصنوعه من الصلب، مصنوعه من الصلب عشان ما تصديش معايا، عشان لما اشتغل بيها تسهل لي عمليه الخياطه، خلاص؟ وتبقى طويله لحد ما، تمام كده؟ ولما اجي احفظ الابر بتاعتي احفظها في كيس بلاستيك عشان برده ما تبقاش معرضه للهواء وتسقط. طيب عندي بعد كده الدبابيس، عندي بعد كده ايه؟ الدبابيس، وبختار نوع يكون نوع طويل، نوع يكون جيد، خلاص؟ ويكون الشكل بتاعه ممتاز عشان لما اجي اعمل بيه القماش ما ينسليش القماش ايه؟ بتاعي، وبرده يكون نوع من الصلب عشان ما يصديش ويسيب لي علامه فين؟ في القماش. عندي بعد كده الاشتبان او القمع، خلاص؟ دوت بلبسه في صباعي عشان وانا بشتغل الابره ما تغذش الصباع بتاعي، بحافظ عليه، خلاص؟ عندي بعد كده الدبابيس، والدبابيس دي بستعملها بسدد بيها الابر بتاعتي، خلاص؟ طيب عندي بعد كده خيط السراجه والماكينه، والخيط دوت بيستعمل لايه؟ ان انا بركب بيه اجزاء القماش. طيب انا بعد كده بقى هبتدي ان انا اعمل معاكم عينه السراجه. هنعمل ان شاء الله النهارده العينتين دول مع بعض، غرزه السراجه وغرزه الشلاله. الشلاله دي بستخدمها في ايه؟ ان انا لو حابه ان انا اعمل كشكشه، خلاص؟ يلا مع بعض نشتغل. ماشي تمام.